هل تحب أن يستجيب الله دعاءك؟ إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في أي مكان وزمان، ولكن الروايات أعطت خصوصية لبعض الأمور. من الأمور المعينة لاستجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن والأحوال المناسبة. فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الزوال.. الثلث الاخير من الليل وساعه من يوم الجمعه ففي الروايه عن امير المؤمنين عليه السلام من كانت له الى ربه عز وجل حاجه فليطلبها في ثلاث ساعات ساعه في يوم الجمعه وساعه تزول الشمس وساعه في اخر الليل عند طلوع الفجر فان ملكين يناديان هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ وهناك أوقات أخرى لاستجابة الدعاء ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام اغتنموا الدعاء عند أربع عند قراءة القرآن وعند الآذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة. ومن الأماكن المخصوصة لاستجابة الدعاء تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، ففي الرواية أن الله عوض الحسين عليه السلام من قتله أربع خصال: جعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته، وان لا تعد ايام زائريه من اعمارهم وهناك احوال لاستجابه الدعاء ففي الروايه خمس دعوات لا تحجبنا عن الرب تبارك وتعالى دعوه الامام المقسط ودعوه المظلوم ودعوه الولد الصالح لوالديه ودعوه الوالد الصالح لولده ودعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب you <laughs>